هو ده التمثال ايه؟ ايوه التمثال الجعبران. جعبران؟ ايوه الجعبران بتاع الفراعنة. لا 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 يا سيد، لا لا يا سيد، مش وقته خالص، مش وقتها خالص يا سيد. ايه هي دي اللي انت بتعمله ده؟ تخيل، تخيل مش وقتها يا سيد. انا مش فاهم. ماشي ماشي، على الله تسهيل. سيبني بقى اشوف هشيله الدنيا دي كلها ازاي. ايه يا فخر، انت مش هتوريني البضاعه ولا ايه؟ بص يا عم نعيم، ده اللي انا هوريها لك دلوقتي دي، في مليون واحد بيجري ورايا، بس انا اخترتك انت عشان تشتريها، لان لو ما اشتريتهاش انا هاخد الواد ده ونطلع بره المحل اذبحه وانا هجري ملطع على المحور. فانا عايزك يا عم نعيم تبقى فاهم ان انت بكونك بتشتري الحاجه دي بتنقذ روح اتنين بني ادمين. يا ريت يا ريت توريها لي. ما انا عارف اقول له ايه. هتعدي هتعدي والله ان شاء الله. هي حاجه في السيمبل يعني، في الشياكه كده. ماشي، هي يا عم نعيم. مصفر يبقى خير ان شاء الله. اعتقد العكس يا عم نعيم. انا عارف شغلي، عارف شغلي. ايه ده؟ ايه الاساتوك ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ماشي يعني عجبتك وشاري، سمعني بقى الكلمة الطيبة كده في تمن التمثال ده. هي تجيب 45 عشانك انت هخليها 50. 50 مليون؟ ايه؟ ايه الاوفر ده؟ اكيد قصده 50,000 دولار. ماشي تمام، هات بقى الفلوس. 50,000 دولار ايه؟ دي تمنها 50 جنيه. 50 جنيه يا عم نعيم ليه؟ ده من ايام الفراعنة، ده بقاله 7,000 سنة. 7,000 سنة دي اساسا معموله من 7 ايام، لسه العجينه بتاعتها طريه ما لحقتش تنشف. بقول لك ايه يا نعيم، انت هتشتغلني انا ولا ايه؟ ما الواد بيقول لك بقاله 7,000 سنة. اصبر بس يا فخر، عشان غالبا عم نعيم عنده حق، اصل انا ما رضيتش اخد من الجعبران اللي على الترابيزات، وقلت اخد من الجعبران اللي هم لسه عاملينه طازه. طازه؟ واحنا بنجيب فينو يا سيد ولا ايه؟ انت ما جبتهاش دهب ليه يا سيد؟ ما اصل الدهب اللي لقيتها قد كده، وفخر قال لي ما خف وزنه وغالي ثمنه. ايه هتنكر دلوقتي؟ وبعدين اصل الدهب ده حرام جدا للرجاله. طب بص يا عم نعيم، من الاخر يعني احنا كنا هنخلص السبقه دي وهنطلع ناكل، فممكن تدينا يعني 50 جنيه دول نروح ناكل بيهم كشري؟ يعني لو كده برضو وقوم خولنا وحقك، خلي التمثال معاك واطلب لنا كشري في المحل هنا ناكله قدامك، وتبقى مشكور يا عم نعيم، مشكور لو خدت الشنطة وطلبت لنا رز بلبن أو كنزات بيبسي يعني. مش عارف، حرام عليك يا سيد، علينا 6 مليون دولار نشحت تمن الكشري. انا هخلص كيس الكشري ده واروح اسلم نفسي للسحاوي. انا خلاص يا جماعه فقدت الامل. والله تبقى عملت طيب يالا سيد، وقول للسحاوي كمان وانت عنده ان احنا جمعنا الفلوس وانت اللي ضيعتها، وقول له كمان بالمره بقى ان ريتاج وفخر زعلانين جدا من الموضوع ده. عارف يا سيد؟ الأحسن ليك إن أنت تسلم نفسك للسحاوي يخلص عليك بدل ما أنا اللي أذبحك بإيدي. هو إحنا إزاي بناكل الكشري في كيس؟ هو أنا المفروض أحط شاليموه؟ شاليموه يا ريتاج، ما تبطلي بيئة بقى، الشاليموه ده بنستخدمه وإحنا بنشرب حلبسة بس. طب إحنا ليه بناكله في كيس؟ عشان اللي ما أكلش الكشري في كيس مش قيس. يعني إيه مش قيش؟ مش قيس يعني مش قيش، بس أنا بقولها كده عشان الوزن والقافية.
يا ريت يا حبيبتي. اكل الكشري في علبه اخطر حاجه، لان درجه حراره الكشري لما بتتفاعل مع العلبه بتحول علبه الكشري لقنبله موقوته ممكن تنفجر في وشك في اي وقت. طب ما الكيس برضو بلاستيك زي العلبه. اه بس البلاستيك بتاع الكيس ما بيتفاعلش مع الحمص. اه في سالف الازمن ترارارام، راجل فقير غلبان ولاده سايبينه. يا عيني بص الراجل الغلبان اللي هناك ده. بقولك ايه، مش احنا معانا كيس زياده، تعالى نديهوله. لا يا حبيبتي ده الكماله بتاعتي، واللي هيقرب منه هتبعت. ولا الكوره دي لو جت هنا تاني هقطعها. يعني ده صعبان عليا قوي. صعبان عليك ايه؟ ده وضعه احسن من وضعي بكتير، لا في دماغه صحاوي ولا زفت، يا ريتني مكانه. ولا اي 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 بلاش شوبي. هلا ايه ده؟ ركز كده على فخر. مين ده؟ انت لسه فاكر يا سيد؟ مش ده ابو نشوى اللي كان بيقابلك وانت راجع من المدرسه وانت صغير؟ ايه هتحكي ايه يا فخر؟ هتحكي ايه قدام ريتاج؟ انت اتجننت؟ لا مش ابو نشوى. ركز كويس، ركز شوف مين ده. ولا بلاش طوبة. مين يعني؟ يا نهار اسوح، ده بابا. اي ايه ده؟ انتوا متاكدين ده باباكو؟ ايوه بابانا. بس يا انا بس يا انا بس يا دي يا ابن البس. بيضربوني بالطوب. انت بتتحدف ده انا بالطوب. معلش معلش بيضربوني بالطوب. معلش معلش ماشي. تعالى معانا تعالى. اجي معاكوا فين؟ انت مش فاكرنا؟ لا مش فاكرك. مين؟ انا سيد الشحات ابنك. سيد الشحات ابني؟ هو ده مين؟ انا فخر العرب يا رزق. قول له فخر الشحات عشان يفتكرك، مش وقت منظره. انا فخر ابنك يا رزق. فخر يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي يا ابني. يا حبيبي. الله، يبقى انت سيد حبيبي. انا لسه قايل لك. تعال يا رزق. حاضر يا حبيبي حاضر. ما انا ماشي على مهله اهو. انا بعمل ايه؟ اركب يلا يا رزق. اركب ايه؟ هركب ميكروباص. فين يام زمان؟ ايام ما كنت بركب مرشيدش وشبح وعيون. فين الايام دي؟ معلش يا رزق معلش، استحمل. احنا عارفين انه مش مقامك بس استحمل. حاضر يا حبيبي. سيد انا هحصلكوا بتاكسي. ها باي باي. ماشي يا حبيبتي باي باي. متضايق من ريحتي. فين ايام ما كنت بحط احلى برفانات واشيك برفانات من بتوع زمان؟ اولد سبايس وثلاث خمسات والوان منشو. يا سلام على دي. معلش هترجع الايام دي كلها تاني ان شاء الله. معلش يا حبيبي يا ابني. طول عمرك حنين طول عمرك حنين. الله يكرمك. وانت حبيبي. ما كفايه احضان بقى بابا، ده انا لو حاضن فسيخ ريحتها مش هتبقى عامله كده. بتتريق على ريحتي؟ فين ايام الفسيخ بتاعك زمان؟ ايام ما كنت بجيب الفسيخ من نبارون كفر الشيخ وجمصه. فين؟ ما خلاص انت حتى الفسيخ ليك معاه ذكريات. يلا بقى اركب يا رزق بقى. حاضر يا حبيبي. الله. ايه ده؟ جايب لي كيس مكرونه اكله في السكه ومخروم عشان اشفطه. فين ايام زمان؟ ايام ما كنت بجيب النص خروف اشويه واقعد اكله. مجالنا هنا البيت وقعد يهددنا وقال لنا لو ما رجعتوش الفلوس انا هقتلكوا. ايه رايك؟ لا الفراخ زي الفل، يسلم ايديكوا. فراخ ايه؟ يا حاج يا حاج، دي سبع مره نحكي لك الحكايه، انت مركز معانا ولا فين؟ يا خبر ابيض، انت طيرت قوي عن زمان. انت مين فيهم؟ مين في مين؟ مين في بناتي؟ لا دي مراتي. ياه، يعني انت مش ابني. انا ابنك ودي مراتي. انت ابني ومش متجوز بنتي. بالظبط. صدفه غريبه قوي. ممكن بقى تخلصونا من جو فوازير رمضان ده وتخلونا نشوف حل في مشكلتنا؟ والله يا ابني مشكلتكم دي عويصه وملهاش حل عندي. لو سمحتوا ما تقولوش مشكلتنا، انا ما سرقتش، انت سرقت وانت سرقت، انا ماليش ذنب خالص في الموضوع ده. ممكن تسكت خالص يا سيد؟ اتفضل يا رزق، قول لنا مشكلتنا دي عويصه ليه؟ انتوا مالكوش حل عندي، انا فلوسي خلاص بح. ضيعت كل الفلوس اللي سرقتها؟ ضيعت كل الدولارات؟ مش انا يا ابني اللي ضيعت الفلوس والدولارات، انا اتنصب عليا. نصب على مين؟ انت هتشتغلنا يا رزق؟ النسوان بقى ربنا ينتقم منهم. ليه كده يا اونكل؟ مش كنت عايزه تتعرفي على عيلتي؟ حماكي اونكل. انا هحكي لكم الحكايه. انا اتجوزت واحده بيضه، واحده سمراء، واحده شقراء. خلاص مفيش الوان تانية في البني ادمين. ايه اتجوزت واحده لبني؟ اتجوزت ميمي. ميمي دي كانت جميله قوي، بس ما تفهموش بقى اولاد،
كانت عامله لي عمل ولا سحرالي خلتني ما اشوفش كل النسوان اللي انا متجوزهم قبليها، خلتني طلقتهم. وبعد كده قالت لي لو شايل فلوس معاك يا اخويا هاتهم شيلهم معايا، انت مبذر واللي في ايدك مش ليك. اديتها الفلوس ومشيت وراها زي الحمار الحصاوي لحد ما الكارثه حصلت. طبعا وعينيه هتجيلنا سالكه، لقيناه بالصدفه في الشارع هيبقى معاه الفلوس مثلا. كمل يا عم. عم ايه هو؟ احترم نفسك. امال اقول لك ايه؟ قول لي يا بابا. ما هو عمال يقول لك يا رزق من الصبح وانت عادي. مالكش انت دعوه، ده حبيب قلبي. خدوده خدوده والشنب الكميل ده اللي بيسمع كلامي. تشكر يا رزق. تاخد سيجاره؟ لا 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 استطفيها. ميمي دي كانت مجنونه ولسعه وكانت عايشه في زمن التسعينيات وما عرفتش تخرج منها ابدا. هدومها تسعينيات، اغانيها تسعينيات، كانت محرمه علينا نسمع اي اغاني قديمه او جديده. وفي يوم من الايام نزلت تشتري شويه حاجات، لقيت نفسي لوحدي. وايه بقى؟ الشيطان وزني، رحت جايب سيديهايه لكايروكي. واو كايروكي ياه. وبعدين الشيطان شاطر بقى، ما انا لوحدي. رحت مطلع اسطوانه تانيه لشارموفرز وطرت معاهم، طرت فوق السحاب فوق شويه ودخلت عليا وحصل الطلاق. لسعت زياده وخدت الفلوس راحت. لا معلش ثانية واحدة، انت عايز تقولي ان انا هتقتل عشان انت كنت بتسمع امير عيد وشارموفرز؟ لا، يبقى احنا نربطها ونحطها في شوال ونرميها تحت رجلك يا رزق، وما نفكهاش الا وهي مطلعة الفلوس بتاعتنا. مش قافش كده يا فخر، ابوك برضو ادالها الفلوس بكامل ارادته، فاحنا لازم نرجع الفلوس بس مش من السكة الشمال. امال من انهي سكة يا تكتك؟ من شمال الشمال. قصدك نسرقها؟ دغوف. نقتلها؟ برضو دغوف. حيرتيني معاك يا تكتك. احنا لازم ننصب عليها، لازم نفهم دماغها ونراقبها عشان ندخل لها الدخله الصح. اهي دي اللي بنتي، مش الدغوفات اللي انا مخلفهم. الا قولي صحيح، هو حقيقي البلوفر ده بتاع عمرو دياب في تملي معاك؟ هو يا فندم بلوفر عمرو دياب في اغنيه تملي معاك، بعد الكليب دخل في ضائقه ماديه، رهنهولي ما رجعش الفلوس، خدت انا البلوفر، حتى هتلاقي فيه ريحته لحد دلوقتي. اه فعلا ريحه عمرو دياب في تملي معاك، هو مظبوط. يا نهاري، طب هتعمل ايه دلوقتي في الكارثه دي؟ ما قداميش حل تاني غير ان انا اروح متحف التسعينات الكبير ارمم البلوفر. متحف التسعينات؟ ده اللي هو ايه؟ ده يا فندم متحف كبير جدا فيه كل حاجه عن التسعينات، حاجات روشه طحن، بس هو اسعاره غاليه شويه. انا بالنسبه لي مش مهم الفلوس خالص. الا قول لي يا استاذ، هو ينفع تبقى تاخدني معاك اتفرج جوه متحف التسعينات، ولو عجبتني حاجه اشتريها؟ هو طلب صعب شويه لان هم ما بيردوش يبيعوا لاي حد، بس عشان الموقف اللي حضرتك عملتيه ده انا هتوسط لك تروح تشتري من عندهم. ميرسي قوي، انا مش عارفه اشكر حضرتك ازاي يا استاذ. حلمي عبد الباقي. اهلا وسهلا، فرصه سعيده. انا مادلين طبر، واصحابي بيدلعوني بيقولوا لي نرمين الفقيه. نعم. اندهلي قول لي يا ميمي. فرصه سعيده جدا يا استاذه ميمي. يا ريت يعني لو ما فيهاش ازعاج اخد رقم حضرتك عشان نتواصل. انا هديك النمبر بتاع البيجر بتاعي، تبقى ترن عليا وانا اتصل عليك. بيجر. الله، انا بحب الناس اللي عايشه في الجو دي. انت حضرتك بتروح العجمي؟ مظبوط، عربيتي ابيزا حمرا عليها تويتي كبير من ورا. شكرا جدا يا استاذه ميمي، اتفضلي. ميرسي. أنا بجد مش قادرة أصدق إيه اللي أنا شايفاه ده يا حلمي. أنا في الجنة يا حلمي. مش قلتلك يا ميمي المكان هنا روش طحن؟ روعة طحن طحن يا حلمي.
انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا هكحرتك يا ميمي. يعني عندك البدله اللي هناك دي مثلا، دي بدله محمد هنيدي، بس مش هقول لك في فيلم ايه. سعيدي في الجامعه الامريكيه طبعا، هي البدله بعينها، هو نعتوها عنها. انت اصلك مش فاهم، انا كان نفسي حياتي ان انا اشوفها بحقه حقيقي. لو سمحت يا استاذ، بعد اذنك يا استاذ. لا 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 لا, لا. عاوز اشتريها منه. لا ده ما بيباعش، ده واقف يتباع زيه زي البدله بالظبط. ايه ده، هما بيبيعوا بني ادمين في المتحف هنا؟ طبعا. مين ده؟ ده اشيك واد فروكسي. بجد؟ ايوه. عندك ده مثلا، ها ده المال والبنون. الله، تعالي بقى يا ميمي افرجك على الحاجه اللي انا حاجزها، بس للاسف امكانياتي الماديه دلوقتي لا تسمح ان انا اشتريها. ايه دي؟ دي يا ست الدموع اللي كانت في عيون وقحه. معقول؟ يا ماما، يا مساء البونبوني والشوكولاته والكريم شانتيه. احب اعرفكم بنفسي، انا ابراهيم ابراهيم نصر. نفس ستايل باباك. ابراهيم، ميمي عاجبها جدا المتحف بتاعك ونفسها تشوف الحاجات الجديده اللي انت جبتها. تمام، انا في المتحف ده على طول بجيب حاجات جديده، يعني مثلا عندك الاسبوع اللي فات. طب ما تيجي نشوف. اوكي. الفيسبه اللي وراكي دي عارفاها؟ فيسبه فيلم الكيت كات. صح، الفيسبه دي اللي الشيخ حسني دخل بيها في محل الفراخ، جبناها احنا بعد الحادثه ووديناها للحرفيين، استعدلناها وعرضناها هنا عندنا في المتحف. برافو. عندك مثلا ايه الجلابيه دي؟ ايه دي؟ دي جلابيه لن اعيش في جلباب ابي، صغرت على محمد رياض فجابها لنا هنا في المتحف نعرضها ورضيناه الحمد لله.